كنتمناو من الله يعطيونا القصص ديالنا، وكنتمناو من الله عائلته تزيد الصبر، فهمتي؟ وحنا كنتمناو من الله من الله من الله ربي الحبيب يزيد القاضي يعطينا حقنا، والدعوه الله على كل شيء اخاي، الدعوه الله. ما عمري عمرنا بالعقل ديالنا قلنا كنكون كيجبنا الله الناس، حنا خصنا نخافوا من الناس، ساعه خصنا نخافوا من دمنا اخاي، ما كانش كيجبنا الله دمنا هو اللي يقدر يعمل لنا هادشي، كنا نخافوا من الناس، نديروا اتونسيون من الناس. ولكن خرج السفاح معنا مع السفاحه وما بجوج بهم لا حول ولا قوه الا بالله، تعدوا عليه اخاي، تعدوا عليه وظلموه، حقروا يما دابا حقروا بحالنا راه تموت عليه حتى هي بالخلعه. وكنتمناو من الله ربي الحبيب يخرجنا حقنا، حسبنا الله ونعم الوكيل اخاي الحبيب، هادشي اللي كاين، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله اكبر اخاي، هادشي اللي كاين اخاي. عيش معنا في الدار وما عمرنا خسرنا له خاطره باي حاجه عمو. كنشوف هل ينبيه دائما. كان بحال ولدنا وما عمرنا قلنا له لا نفاقه لا نفاقه، ولا هذاك ولدنا كنربيوه يوميا ما عندنا حتى مشكل اخي، هو الطريق اللي كيدوز منا كيدوز منا هي هذه دائما. مؤخرا حتى زي سكون حدنا هو ثلاث شهور هذه عاد نضنا في هذه الفجعه هذه، كان كيفكر لا مدابا لي انا، حيت هادشي هذا ما يمكنش يفكر له في 24 ساعه ولا 48 ساعه، هادشي كان كيفكر له من مده، خصو يحرق الكبده ديال يماه ولا الكبده تحناه على اساس هو عايش معاهم. انا كنت كنقول بلي هو ماشي هو طلع هو معنا الكوميساريه بحال اللي هو معنا. ماشي غير كيضلهم، كيزيد ياكد لهم بلي راه هو بارئ، دابا هو ما كيزيد ياكد هو البراءه ديالو، كنتهمو حنايا. مي كيوقع هو بعيد والدليل المادي اللي ما كايناش اللي غادي كيقول بلي هو، كنبقاو حنا متبوعين، هو مع من كان كيعيش ديك العائل مع يماه وعزيزاه وحبيبه. ايوا ومع من كان كي الليله الاخرى مع من بات مع عزيزاه وحنا، هما اللي غيتحاسبوا كون ما كانش يبان الدليل المادي عنده هو في وسط الدار، كنا حنا غندخلوا في هذه اللغه الجريمه وهذه اللغه غنان. الله اكبر اخويا، الحمد لله ربي نشر الحق، الله اكبر. انا كنقول المراه ديالو اكثر منه هو يقدر يكون عي وسيله، فهمتي؟ ويمكن حيت مراته ما كتولدشي فكرت بهذه الطريقه هذه، فهمتي؟ حيت ما كتولدشي والعائل دايز ماشي ماجي فكرت بهذه الطريقه. وحنا لقينا دابا عاد في الكومنتير عندها في فيسبوك باللي هي كتمنى تكون مشهوره، هي عندها خلفيه اجراميه سنين هذه، فهمتي؟ ولا حول ولا قوه الا بالله، الحمد لله الحمد لله بما بال الحق، الحمد لله. ولكن الله اكبر عليهم كاملين اخي، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الواقع كيقول باللي ديك الانسان لقيناه عنده في الدار من الاخر، تعديتي على ولدك والله تفاصيل قبيحه، ما حتاش تقول تفاصيل، قطع له يده قطع له رجله، ما بوه عنده. كنقول لك انا خلفيه الانسان نقي على اساس هو ما كيسكر ما كيتحشش ما والو. ودا سقسيتي على مراته يقول لك الناس دراويش ما عندهم ما عندهم حتى مشكل. سقسيتي على حنا هذه يقول لك ما عنده حتى مشكل. سقسيتي على يما يقول لك ما عنده حتى مشكل. سقسيتي على حبيبه يقول لك الله اكبر عليهم كاملين. هو بغانا حنايا نكونوا مثلا، اذا ما كون ما كانش يبان الدليل المادي كنا حنا غنمشيو في الرجلين، ولا حول ولا قوه الا بالله. وكنطلبوا من الله يشوفوا لنا حقنا ويعطونا حقنا والصلاه على النبي. لا اله الا الله، والله اكبر اخي.